بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. أخي المسيحي وأختي المسيحية، أنا هتكلم في موضوع حيوي وهام جدا جدا جدا. الموضوع اللي هتكلم فيه ده موضوع هام جدا، الموضوع اللي هتكلم فيه ده مسألة حياة أو موت. هكرر تاني، الموضوع ده هام جدا، والموضوع ده مسألة حياة أو موت. أنا هتكلم عن معجزات باهرة جدا في القرآن والسنة. أرجوك اسمعوني واسمعوني بقول لكم، ما تسمعونيش بأذنكم بالأذان. وأنا متأكد لو سمعتوني بقول لكم كلامي هيخترق قلوبكم، لان معظم المسيحيين مش متكبرين، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لنا كده في القران، قال لنا لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. فالمسيحيين مش متكبرين. فانا هنصحكم بنصائح، او هتكلم عن معجزات قويه جدا وباهره. اسمعوا كلامي، بعد كده مش عجبكوش ارموا البحر، زي ما احنا بنقول يعني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الذريات في آية رقم 47 في الجزء 27: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وإنا لموسعون يعني إيه؟ يعني هوسعها. العلم الحديث أثبت إن السماء بتتوسع وتتمدد بسرعة 30 ألف سنة ضوئية في الثانية، لأن في 375 مليون نجم بيتولدوا كل يوم، فلازم السماء توسع عشان تستوعب هذا العدد الهائل. عشان كده ربنا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طب الرسول صلى الله عليه وسلم عارف الكلام ده منين وهو كراجل امي لا يقرا ولا يكتب؟ مش ده دليل قاطع ان يعني القران ده من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ دليل تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغسله اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسها ثم لينزعها، فان في احد اجنحتها داء وفي الاخر دواء. ثبت علميا ان واحد من جناحات الذبابه في دواء فعلا، في مواد مضاده للبكتيريا والفطريات بتقتل البكتيريا والفطريات اللي موجوده في الجناح الاول. عشان كده لو الذبابه وقعت في الاناء هي بتنزل ميكروبات وفي بكتيريا، لو انت غمستها بعدين طلعتها الجناح الثاني هينزل مواد مضاده للبكتيريا هتقتل البكتيريا والفطريات الموجوده في الجناح الاول. العلم الحديث اثبت هذا، وفي اكثر من بحث ممتاز او بحث اكد هذه الحقيقه العلميه الرائعه وبالاعجاز في استراليا وفي امريكا، وحاضر لحضراتكم لينكات تثبت ما اقول، وتثبت ان لدرجه انهم دلوقتي بيطلعوا مواد مضاده للبكتيريا من جسم الذباب او مضاد حيوي لعلاج الامراض. اعجاز دليل قاطع على نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم. اعجاز ثالث او دليل ثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الله خلق ابن ادم على 360 مفصل، في كل على كل مفصل كل يوم صدقه. قال رسول الله: من يطيق ذلك؟ قال: التهليل صدقه والتكبير صدقه والتحميد صدقه، الى اخر الحديث. وصلاه ركعتين في اول النهار تجزئ كل ذلك. العلم الحديث اثبت ان كل واحد منا بيتولد ب 360 مفصل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من 1400 سنه، وحاضر لحضراتكم لينك يثبت هذا. الكفار قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: لو انت نبي فعلا شقنا القمر نصين واحنا هنصدق ان انت نبي. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى وانشق القمر نصين. كذب الكفار طول عمرهم مع كل الانبياء، قالوا: لا انت سحرتنا، ده سحر. قال لهم: انتوا اللي طلبتم، دلوقتي بتقولوا لي سحر؟ انتوا بتلككوا ولا ايه بالظبط؟ انتوا اللي طلبتوا. طيب في مسافرين هيجوا بعد يومين نسالهم، لو شافوا اللي انتوا شفتوه يبقى مش سحر؟ قالوا: طيب. المسافرين جم قالوا: احنا شفنا شيء غريب جدا، شفنا القمر انشق نصين. قالوا: لا محمد، ده سحرك بعيد المدى، بيروح لاماكن بعيده جدا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا، يعني وان يروا ايه يعني يشوفوا معجزه يعرضوا يعني يرفضوا، ويقولوا سحر مستمر. سحر مستمر يعني سحر بعيد المدى، بيوصل لبعيد المدى. لما رواد الفضاء نزلوا على سطح القمر وجدوا شق في القمر طوله 125 كيلومتر، ولقوا عرضه 1500 متر وعمقه 500 متر، ولقوا لحام في الشق ده عامل زي لحام الكهرباء، وعملوا ابحاث على الشق ده لقوا انه مستحيل الشق ده يجي نتيجه بركان او زلزال او اي ظاهره من الظواهر الطبيعيه. وعالم وكاله ناسا الامريكيه اقر ان العلم اثبت ان القمر انكسر بعدين اتلحم تاني. وضع لحضراتكم فيديو للعالم ده هو بيتكلم وهو مصور الشق الطويل جدا اللي موجود في القمر. الاربع معجزات دول اللي انا بقولهم دول ما يجوش نقطه في بحر من المعجزات اللي موجوده في القران والسنه. هقول لكم معجزه كمان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تركوا البحر الا لحج او عمره او جهاد في سبيل الله، فان تحت البحر نار وان تحت النار بحر. العلم الحديث اثبت ان تحت البحر، البحر الابيض المتوسط، في نار عظيمه. عشان كده البراكين كلها بتطلع من البحار وتطلع من المحيطات، من نص المحيط، وما بتطلعش. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم: ان تحت البحر نار وان تحت النار بحر. ولقوا انه في تحت النار دي بحر تاني عمقه يمكن 10 كيلو،
اكبر من البحار احنا بنشوفها بعينينا دي عشرات المرات. العلم الحديث اثبت هذا، ودي معجزه من اكبر المعجزات برضه. الرسول صلى الله عليه وسلم عارف الكلام ده منين؟ هو كان راجل امي لا يقرا ولا يكتب. انا هكتب لحضرتكم 10 معجزات تحت هذا الفيديو مدعمه بلينكات تثبت صحه هذه المعجزات. بعد كده لو انت بدات تصدق معايا ان القران ده من عند ربنا سبحانه وتعالى فانت انسان متواضع. لو بدات لو لسه مش مصدق بعد ما تقرا هذه المعجزات، انا اسف ان انا اقول لك ان انت متكبر. لان لو قلت لك بص على الشمس في السماء وقلت لي مش شايف حاجه، يبقى انت يا اما انك انت اعمى ما عندكش عينين، او انك انت متكبر. قوه المعجزات اللي انا بقولها دي اقوى من نور الشمس في السماء. لو انت بدات تصدق لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره ال عمران في الجزء الثالث في ايه رقم 85: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اي واحد هيقبل دين غير الاسلام مش هيتقبل منه يوم القيامه، هيكون خاسر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: والذي نفسي بيده، قال في الحديث: لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي ولا بالذي ارسلت به الا وكان من اصحاب النار. هتقع في النار وهتخلد فيها وعمرك ما هتخرج منها ابدا ابدا ابدا. انا عملت الفيديو ده لاني بحبك وخايف عليك. اي واحد هيسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم هيسمع بدين الاسلام ومش هيخش في الاسلام، مصيره المحتوم هيكون جهنم، هيخلد فيها وعمره ما هيطلع منها ابدا ابدا ابدا. احنا مؤمنين بسيدنا عيسى انه نبي عظيم، بس رسالته انتهت ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو سيدنا عيسى حي موجود حي الان وسيدنا موسى وكل الانبياء لاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقى مسلمين. ادخل في الاسلام قبل فوات الاوان. هيكون مصيرك المحتوم هو النار، هتخسر الاخره، هتخسر الجنه، هتخلد في نار جهنم. هتدمر نفسك وهتدمر اخرتك. هتعض على اصابعك يوم القيامه من الندم الشديد، هتبكي دم يوم القيامه، مش هينفعك الندم، مش هينفعك الندم. هتفتكر كلام اللي بقوله لك ده دلوقتي، هتقول يا ريتني كنت سمعت كلام الاخ اللي نصحني ده. لكن هيكون فات الاوان واغلق الباب. وستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله والله بصير بالعباد. يا ريت تقروا معجزات اللي كاتبها تحت الفيديو بقلوبكم. اقول قولي هذا.